بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو ترتيبات لقاء قادمة أو لقاءات قادمة بين الوزيرين للتباحث حول كيفية جانب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا والوضع على الصعيد الفلسطيني.